باسكال قلنا نو تاكل من الذره. وليد، هو انت ما زهقتش من القعده لوحدك؟ انت هتفضل قاعد لوحدك كتير؟ يوه، ما انا قلت لك انا مش قاعد لوحدي، انا قاعد مع ملك. طب ايه ده يا حبيبي؟ طب ايه رايك تجيب ملك وتيجي تعيش معايا؟ بص يا هكلمها واشوف ملك وافقت هاجي اعيش معاك. طيب روح جيب شنطتك وتعالى. شنطتنا؟ انا ما ينفعش اروح في حته من غير ملك. اه طبعا يا حبيبي، ما انت لازم تجيب شنطتك انت وهي. ايوه بنتي، الموضوع ده ما تسكتش عليه، ده بقى بيشوف واحدة غير ملك أصلا اللي كان بيشوفها في الأول، وغير كده بيقعد يلزق بقه عشان ما يقولش اسمها. أيوه، ما أنا اللي قايلة له كده، عشان أنا بعرف إن كل ما يقول اسمها بتظهر له. وإيه الحل دلوقتي؟ بص، هو جاي عند البيت النهاردة، إيه رأيك نقعد معاه ونقنعه إن مفيش ملك أصلا، ونقنعه إن الدكتور يجيبه لغاية عنده. حلو ده، تعالي نجرب. يلا تعالى عندي. حبيبتي. إيه يا روح؟ جميلة، أختي عزمانة عندها إن إحنا نعيش معاها في البيت. وليد، أنت عارف أختك مش بتحبني ودايماً بتتجاهلني، وغير كده أنا مش برتاح غير في بيتي. روح قول لها إن أنا مش موافقة وإن أنت كمان مش هينفع تسيبني. خلاص، اللي أنت عايزاه هروح أقول لها كده. برافو عليك. ما تزعليش مني يا أختي، بس مالك مش راضية، بتقولي إن أنت مش بتحبيها، بس أنا هجيلك، والله هجيلك. يا ابني أنت، انا زهقت منك، ايه تصرفاتك دي؟ خنقتني، انت لازم تروح لدكتور. ملك موجوده. ما اهدى اهدى يا حبيبي. بص، المرض النفسي ده، بص، مش جنان ولا حاجه، ده زي اي مرض في الدنيا وممكن يتعالج منه بكل سهوله. بص، انا في دكتوره صاحبتي شاطره جدا جدا جدا، وبص يعني مش هتقول اي حاجه لاي حد. انت ممكن اجيبها لك تتكلم معاك ولا نروح لها؟ ونبقى معاك ومش هنسيبك. الو، ايا دكتوره، هي دي العماره بالظبط. تمام، انا جاي اخدك. وليد، انا عايزاك تكون هادي، تمام؟ تكلم بالراحه، انا هروح اجيبها واجي. ايه يا دكتوره؟ ده وليد. ايه ده ايه ده وليد، انت رايح فين؟ انا جاي هنا عشان اعالجك.